من المعلوم أن استقرار الإنسان عبر التاريخ كان يتم بالقرب من نقاط الماء. نفس الشيء ينطبق على مدينة طنطان، لأن الساكنة المحلية عرفت استقرارا قرب وادي النخليل، حيث كان هناك حاسي يعني معروف يسمى قنطينة، كان هو النواة الأولى للحياة وللاستقرار بمدينة طنطان. هذا البئر المسمى قنطينة كان ماؤه علبا زلالا، وكانت تجيء إليه قوافل تجارية لتروي عطشها، وبالتالي كان هو النواة الأولى للاستقرار بمدينة طنطان. هذا الماء العذب الزلال أصبح في الوقت الراهن يعني يصدر إلى المدن الأقاليم الجنوبية كمدينة سمارة وبجدور والطرفاي والعيون والداخلة، وبالتالي فإن هذا الماء يعني شكل رافدا من روافد الاستقرار، وشكل أيضا معينا للثقافة المغربية الصحراوية، حيث تغنى الشعراء بهذا الماء وأبدعوا فيه أيما إبداع، وكان بالتالي يعني نقطة استقرار وسبب استقرار الساكن، وبالتالي عمارة مدينة طنطان يعني ترجع بالأساس إلى استقرار الساكنة بقرب من هذه الآبار الغنية بمائها وبمياهها الجوفية وبفرشتها المائية. بالتالي فإن ماء مدينة طنطان له عدة استعمالات، ومن أهم يعني الاستعمالات الخاصة بهذه المادة الحيوية هو على أنه يعني وسيلة للاستعمال في الشاي الصحراوي. يعني لا يتصور أتاي أو الشاي الصحراوي بدون ماء طنطان، لأنه معروف بعذوبته وتغنى به الشعراء أيما تغني، ولعل أبرز ما قيل في هذا المعنى ما قاله أحد الشعراء المحدثين: ما الطنطان يسول عنه هذا الخلق وبه غي، أخيار اللي يشرب منه وخيار اللي به تي. وفي هذا إشارة إلى أن ماء الطنطان يتباهى به الساكن المحلي كأنه باعتباره يعني ماء علبا زلالا لا يتصور الشيء بدونه.